إذن عدنا حديث القاهرة. مستجدات حصلت في 24 ساعة الأخيرة، يعني نشرت بعضها في الصحف ومعلنة بعضها الآخر عيانا بيانا أمام العالم. أمين عام الأمم المتحدة قال تصريح ضمن خطابه بالأمس: هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل لم يحدث من فراغ، إذا بإسرائيل تحتاج. المندوب الإسرائيلي أساسا طالب على الهوى كده أثناء الجلسة أمين عام الأمم المتحدة بالاستقالة. إسرائيل طلعت بيان في إدانة، وقامت مطلعة بيان بأنه هتمنع كل الموظفين الدوليين من أنهم تديهم الفيزا أو التصريح للدخول. في نفس الوقت السكرتير عام الأمم المتحدة النهاردة بيعمل يعني تصريحات تصحيحية لما إسرائيل تعمل ده في مواجهة الأمم المتحدة، فضلا أيضا على ما نشرته الصحف الأمريكية على أنه تأجيل دخول الهجوم البري والإسرائيلي نتيجة انتظار منظومة دفاعية صاروخية أمريكية. النقطتين دول هستفتي فيهم كاتبنا الكبير الأستاذ بشير عبد الفتاح وأسأله عن تفسيره للنقطتين دول وكيف يقرأ تحليلهم. يعني أهلا بك أستاذ بشير، نورنا يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ إبراهيم وبضيوفك الكرام. نتوقف عند الاشتباك الإسرائيلي مع سكرتير عام الأمم المتحدة، ولما تصل إسرائيل لدرجة أنها تمنع مسؤولي الأمم المتحدة عن الدخول، ولدرجة مطالبة سكرتير عام الأمم المتحدة بالاستقالة، ثم سكرتير عام الأمم المتحدة نفسه يطلع بيان تصحيحي والتصريحات يعني تشبه التصحيح أو التوضيح، كيف تقرأ هذا التطور يا فندم؟ خلينا نوضح لمشاهديك الكرام يا أستاذ إبراهيم أنه علاقة إسرائيل بالقانون الدولي وبالتنظيم الدولي الممثل في الأمم المتحدة وبالنظام الدولي كانت علاقة زواج منفعة لمرة واحدة أو زواج متعة مع قول تقسيم. يعني إسرائيل ككيان يعني استعمار استيطاني كانت تحتاج من الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم، القانون الدولي والتنظيم الدولي والنظام الدولي، اعتراف. الشيء الوحيد الذي كانت تصبو إليه إسرائيل في العام 1948 حصلت على الاعتراف، وحصل عملية الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه، وحدث فك الارتباط تقريبا 75 سنة اللي فاتوا دول كله بالضبط. وده بعد ما حصلت على الاعتراف وعضوية الأمم المتحدة. بعد كده كل القرارات التي تصدر عن الأمم المتحدة لا علاقة لإسرائيل بها، من أول قرار تقسيم 1947 القرار 181 مرورا بقى بكل القرارات التي صدرت في الصراع العربي الإسرائيلي، لا علاقة لإسرائيل بها على الإطلاق. طيب بالنسبة للقانون الدولي، سواء القانون الدولي لا علاقة لها، يعني لا تحترمها ولا تستجيب لها ولا تنفذها ولا تطبقها ولا تعيرها تماما. بالضبط زي ما حضرتك وصفت. بالنسبة للقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب والقانون الدولي، ده يشكل كابح لإسرائيل عن المضي قدما في التوسع، وبالتالي لا علاقة لها أيضا بالقانون الدولي زي ما بيحصل النهاردة في غزة. أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني: الاستخدام المتناسب للقوة في الرد على العدوان، والتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. صحيح. ولا حياة لمن تنادي بالنسبة لإسرائيل. طيب بالنسبة للبعد الثالث بقى في المنظومة الدولية، احنا قلنا القانون الدولي، قلنا النظام الدولي، قلنا المنظمة الدولية اللي هي الأمم المتحدة. إسرائيل مطلوب من الأمين العام للأمم المتحدة انه يبقى داعم ومؤيد لإسرائيل ويتبنى السردية الإسرائيلية زيه زي الرئيس الأمريكي، زيه زي الرؤساء في دول أوروبية. لكن إسرائيل فوجئت انه الرجل انفعل لما شاف المشاهد على الطبيعة، قال انه ما جرى من حماس يوم السابع من اكتوبر، يعني ما قالهاش صراحة انه كان له ما يبرره، وانما كان نتيجة لتراكمات. تراكمات يعني ايه؟ الاحتلال، الحصار، التنكيل، ضيق الافق السياسي، انسداد الامل في اقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام على الارض. كل هذه العوامل عوامل محبطة تؤدي الى حالة من الاحباط، فالناس بتنضوي تحت لواء المقاومة المسلحة املا في التحرر من الاستعمار. حماس تحركت من هذا المنظور رغم اختلافنا او اتفاقنا على المرجعية على طريقة التفكير، لكن الرجل كان يقصد ان اسرائيل هي التي اوصلت حماس الى هذا الامر. طبعا الضغوط
الأمريكية واللوبي الصهيوني وحماة إسرائيل في الولايات المتحدة مارسوا ضغوطا على الرجل، فبدأ يحاول تلطيف هذه التصريحات بطريقة أو بأخرى حتى لا يلقى مصير بطرس غالي لما طلع تقرير. وغالبا هلقى بالمنظر ده، غالبا الموضوع هينتهي، لكن هو تداعى الى ذهنه على طول ما جرى للدكتور بطرس غالي. مده واحده استرعاء المتحده، عقاب امريكي مباشر للدكتور بطرس غالي على طول على مواقفه وعلى حياديته وعلى احترامه للقانون الدولي. طيب النقطه الثانيه استاذ بشير فيما يخص التاجيل تحت زعم انتظار منظومه تاجيل الدخول الحرب البريه، هل السبب الحقيقي هو الكلفة الهائلة التي سوف تخسرها إسرائيل وتدفعها إسرائيل لو دخلت الحرب البرية، وإنه ده وكأنه مقدمة إلى إنه بتتغير الأهداف، ولا ده مجرد يعني تهيؤ واستعداد وتجهز لما هو أفدح وأخطر؟ خلينا برضو نذكر مشاهديك الكرام يا أستاذ إبراهيم أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم إسرائيل فيها على اجتياح بري لقطاع غزة. منذ فك الارتباط الأحادي الجانب من قبل إسرائيل في عهد شارون عام 2005 مع قطاع غزة، أوساط عديدة داخل إسرائيل انتقدت هذا التوجه وقالت لا يجب الانسحاب من غزة، غزة أهميتها كأهمية تل أبيب، وبالتالي فكروا مرارا في إعادة الاحتلال وقاموا بالغزو والاجتياح. لكن النتائج كانت مروعة، أسرى وقتلى وتدمير للآليات وتدهور هيبة العسكرية الإسرائيلية. يعني لأن حرب الشوارع دايما هي مقتلة الجيوش النظامية طبعاً. وحرب المدن، وهذه الحروب غالبا ما تكون يعني تشهد فيها الجيوش النظامية خسائر هائلة. إسرائيل تعلم ذلك جيدا، وهي لم تتعافى بعد من الصفعة التي تلقتها في 7 أكتوبر الجاري. الجيش الإسرائيلي معنوياته منهارة، يخشى أن يدخل فيفقد قتلى وأسرى وآليات ويصفع صفعات مدوية، فبدلا من أنه أعمال القتل والإبادة اللي بيقوم بيها يسترد من خلالها شيئا من الثقة، يعني تنهار ما تبقى من هذه الثقة. ده المتغير الأول. المتغير الثاني أن الولايات المتحدة لديها بقايا ضمير، يعني اللي بيحرك الرئيس الأمريكي حسابات انتخابية، نمرة 2 الدعم الأعمى لإسرائيل، وانه طبعا حسابات انتخابيه يعني اللوبي الصهيوني، يعني يهود امريكا، يعني اسرائيل تدعمه ماليا ودعائيا وانتخابيا. الحاجه الثانيه انه الالتزام الابدي، انه اسرائيل انه الولايات المتحده عندها التزام ابدي وتاريخي حيال امن وبقاء اسرائيل. الحاجه الثالثه انه بقايا ضمير الرئيس بايدن في مساله الضحايا المدنيين، لانه امريكا عملت اعاده هيكله يا استاذ ابراهيم حتى لسياسه محاربه الارهاب، فكره محاربه الارهاب من السماء، يعني استراتيجيه عبر الافق، انه يقول لك انا مش هدخل بقوات على الارض حارب الارهاب في افغانستان وباكستان والعراق واليمن وغيره، انا هستخدم القاذفات اللي هي المقاتله الطائرات المقاتله او الدرون الطائرات بدون طيار بدون ما ادخل قواتي على الارض. اكتشفوا انها بتقتل المدنيين كتير الى جانب الارهابيين، فبداوا يراجعوا هذه الاستراتيجيه. النهارده في اسرائيل هو بيعمل قصف علشان يعني يضرب عناصر حماس والمتعاطفين مع حماس ويكبد القطاع خسائر هائلة علشان يوصل رسالة لبنان، إذا فكر حزب الله في أن يكرر ما فعلته حماس أو أن ينخرط في العمليات لبنان ستكون كغزة. طيب ماذا عن المدنيين؟ هذا ما يؤرخ الأمريكيين ويؤرخ المجتمع الدولي، بقايا الضمير بقى. يعني السياسة تقوم على المصالح على البراغماتية، لكن الضمير الإنساني له بقايا عند الغرب، فكرة الضحايا والأطفال والمشاهد اللي بيشوفوها ده شيء. لا هو تجاهل الضمير مش من المصلحة برضه، هو طبعا مش من المصلحة علشان حتى النظام العالمي وسمعة أمريكا ومصداقية. لا وانفجار الوضع كمان، انفجار غضب عارم هائل لا يحتمله المصلحة. هو ده بقى المتغير الرابع، انه حزب الله هدد بانه اجتياح غزه معناها دخول لحزب الله وفصائل فلسطينيه اخرى، علاوه على اذرع ووكلاء بروكسيز تابعين لايران في سوريا والعراق هيبداوا يشتغلوا، وهم بالفعل بداوا يعملوا مناوشات ضد الوجود العسكري الامريكي في سوريا والعراق، القواعد الامريكيه هناك. فالولايات المتحده تتخوف من انه الاجتياح البري لغزه الى جانب الكوارث اللي هيعملها في غزه الا انه هيؤدي الى توسيع نطاق العمليات وتعدد الجبهات، وهذا ما تخشاه الولايات المتحده. لذلك بدات تضغط على اسرائيل، وبالفعل استجاب نتنياهو واجل الموضوع لبدايه الاسبوع المقبل. والولايات المتحده زي
ما حضرتك قلت في البداية عاوزة تنشر 12 منظومة مضادة للصواريخ والطائرات علشان تأمن أي رد فعل محتمل من قبل إيران والفصائل الموالية لها إذا ما توسعت العمليات. أنا باعتقادي أنه في أضيف لده سبب آخر، وهو أنه إسرائيل خايفة من استنفاد الخيارات، بمعنى أنه عمل كل ما يمكن أن يعمل، قتل وما جابش نتيجة. بالضبط، قتل وحرق ودمر وعمل كل اللي ممكن الشياطين يعملوه. يعني نتنياهو ارتدى زي الشيطان، والخطاب اللي في إسرائيل لما بنشوفهم في المقابلات التلفزيونية أو نطلع معاهم بيتكلموا بغل رهيب، يقول لك إحنا لا شايفين قانون ولا حقوق إنسان ولا شايفين أي حاجة غير إن إحنا نقضي على حماس وننتقم لما جرى في 7 أكتوبر. طيب لو نتنياهو دخل وقتل وحرق وعمل كل اللي ممكن يعمله على رأي صلاح جاهين، وفي الآخر ظهرت حماس مجددا ونفذت عمليات، كيف سيكون الوضع؟ كده واضح من الغاية انه نتنياهو صعد فوق الشجرة واصبح صعبا عليه ان ينزل من الشجرة الا مجروحا او مكسورا. اشكرك جدا كاتبنا الكبير استاذ بشير عبد الفتاح، الى فصل.